وبمناسبة إن كل واحد فينا بيقدم رسائل بطريقته، كمان عندنا ناس متميزة بتحصد جوائز، وأعتقد إنه مفيش دور ولا أهمية ولا قيمة أكبر يقدر يقدمها الإعلام غير إنه يقول لنا إن الناس دي موجودين، وإننا نعرف إنهم بيقدموا كل يوم حاجات عظيمة وجديدة. هشارككم بقى بخبر تاني كمان عن يعني أعتقد جايزة في مجال هندسة الفضاء. العالم المصري كارلوس عطية مقيم في أسبانيا وحصد على جايزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال هندسة الفضاء. رسالته كانت مقدمة ما بين 400 رسالة. دكتور كارلوس من محافظة الأقصر، وتخرج في جامعة أسوان سنة 2011، وسافر بعدها بسنتين لأسبانيا لاستكمال رحلته العلمية. ببساطة كده، وكارلوس زي ما بنقول احنا كده في مصر وهو يعني بيذاكر بس بيقدم رسالة، لكن حصد أفضل جايزة في مجال هندسة الفضاء. احنا متشرفين انه معانا دكتور مهندس كارلوس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بك دكتور بينا، أخبار دكتور حضرتك؟ دكتور كارلوس معانا عبر زوم مش كده؟ أهلا بيك. بالظبط. أنا بقى بدور عليك في الاستوديو. احكي لنا عن رسالة الدكتوراه، واحكي لنا عن ما قدمته أو طبيعة الرسالة. يعني هي بصورة مختصرة، احنا كنا بنركز في مشكلة إن الأقمار الصناعية ليها عمر افتراضي صغير، يعني في نوع أنواع من الأقمار الصناعية بيكون مثلا 6 شهور، سنة، سنتين، فإحنا عايزين نحاول نزود العمر الافتراضي ده. فمن أكتر المشاكل اللي كانت بتواجهنا إن هو أغلبية الطاقة اللي هي اللي بتروح يعني بتخلص وهي اللي بتأثر على العمر الافتراضي بتروح ناحية أجهزة التبريد. يعني إحنا معانا أجهزة الاتصالات عشان تشتغل بدرجة كفاءة عالية لازم تشتغل في درجة تبريد عالية. فإحنا حاولنا إنه إزاي نستبدل، وبدل ما هي تشتغل في التبريد ده لا تشتغل في نفس درجة الحرارة العادية، فكده كل الطاقة دي خلاص هنوفرها ونقدر العمر الافتراضي يزيد 3 أو 4 أضعاف. يعني بدأ يعني درجة الحرارة العادية بالنسبة للموقع اللي هو فيه في الفضاء. بالظبط. طب وهل درجة الحرارة في هذا الموقع ثابتة ولا متغيرة كمان؟ تغيير بسيط بس يعني غير اللي هو الفرق، يعني احنا في العادي بناخد حوالي 200 أو 300 وات مثلا بيروحوا بس للتبريد، فده بالنسبة للقمر الصناعي ده رقم كبير خالص. طيب. فاحنا دلوقتي لا مش محتاجين اللي هو خالص، ومش هتفرق حتى لو فيه تغيير. الفكرة كانت بتاع هو الجهاز اللي معانا ان هو لا حتى لو فيه تغيير بسيط برضه هيشتغل وهيشتغل بكفاءة كويسة. واشتغلنا فعلا، هو كان طبعا يعني جروب بحثي كبير يعني مكون من الجامعة اللي معايا وبرضه كذا جامعة تاني منهم بروفيسور كان بيساعد معانا من ناسا. ده فريق كان بيشتغل على هذه الرسالة، ولا حضرتك أو أنت تقدمت في مسابقة لتقديم حلول؟ اشرح لنا أكتر. إيه أنا شايفة هو الصور الحلوة المبهجة هو على الرسالة؟ ربنا يخلي حضرتك. هو الفريق كان بيشتغل على نفس اللي هو الفكرة دي، وقدرنا فعلا في 2018 ننشر أول بحث بمجلة اسمها أوبتيكا، هي من أفضل المجلات في العالم في التخصص ده. وبعد كده أنا حاولت أركز في الرسالة بتاعتي إن هو إزاي أطور من النظام ده انه يشتغل بتبريد وفي نفس الوقت يشتغل بكفاءه عاليه، وده كان الهدف الاساسي اللي هو الجزء يعني نص الرساله. وقدرت الحمد لله لما خلص الرساله انه قدرت احسن الكفاءه دي 1000 مره عن البحث اللي احنا قدرنا حتى ننشره. فبعد كده ده كان سبب يعني قوي انه ناخد تمويل من حكومه اسبانيا، فدعمونا بمليون يورو عشان نبدا ننفذ المشروع بشكل عملي. ايوه، هو ده اللي انا كنت عايزه اسال عليه بقى، مين اللي هينفذ؟ اذا الحكومه الاسبانيه زي ما هي دعمت هذا البحث كمان اول المستفيدين من الكشف العلمي اللي يعتبر قفزه في مجال يعني صناعه الاقمار الصناعيه، مش كده؟ بالظبط. يا بختهم بيك ويا بختنا احنا كمان بيك، يعني احنا برضو هنقول انه ابن مصر مهندس كارلوس عطية سعداء ومتشرفين بانك شاركتنا النهاردة، ويا رب كل التوفيق ونفضل نتابع كل المنتج العلمي اللي انت بتقدمه للعالم. شكرا. مهندس كارلوس عطية، طول الوقت العقل ثروة، والثروة البشرية في العقول هي أكتر حاجة يمكن نقول طبعا بصراحة يعني نفتخر بيهم،
ونبقى فخورين وسعداء جدا بما حققوه من انجازات، لكن كمان نغير ونتمنى انهم يرجعوا بمنجزاتهم او يكونوا حققوا هذه الانجازات على ارض مصر. الانفاق على البحث العلمي ما هواش رفاهيه. بعض الناس بتعتقد انه احنا لاقيين يعني نكفي كذا، لكن الحقيقه انه الانفاق على البحث العلمي ده هو سر تقدم الشعوب. عشان كده القصه البسيطه اللي مهندس كرولوس بيحكي لنا قد ايه في حصل استثمار في بحث، وبالتالي يحصل استثمار أكبر وعوائد أكبر تحصل من مخرجات هذه البحوث. كل التهنئة للمهندس كرولوس.